سؤاله الثاني يقول: أحيانا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب، فلا أستطيع السيطرة على سيارتي أو تفاديها فأدهسها رغما عني، فهل علي إثم في هذا أم لا؟ الحيوانات لها حرمة، لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية كالسباع والحيات والأشياء المؤذية. أما الحيوانات غير المؤذية هذه لا يجوز قتلها، وإذا كانت عرضت لك في طريق وأنت في السيارة فعليك أن تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور. أما إذا لم تتمكن من ذلك لأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع عنها فلا حرج عليك في ذلك، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر لأنها حيوانات لها حرمة وليست مؤذية. نعم.